الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية قال في كلمته امبارح خلال افتتاح قاعدة 3 يوليو إن القاعدة دي بتضيف قدرات جديدة إلى القدرات المتنامية في إطار برنامج تحديث شامل للقوات المسلحة، وده طبعا ضمن الرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية لتطوير القوات المسلحة. وقال إن القاعدة 3 يوليو هي رسالة سلام وتنمية للمنطقة بالكامل. وفي إطار الخطة المتكاملة لتحقيق أقصى استفادة لمصرنا الحبيبة من البحار، حيث تم وضع رؤية للقوات البحرية كأحد عناصر هذه الخطة، فبدون استقرار وأمن لا توجد تنمية وتقدم. ومن هنا جاءت قاعدة 3 يوليو البحرية التي اتخذت لها اسما من تاريخ يرتبط في وجدان الأمة المصرية أجمع بالتخلص من بواعث الإرهاب البغيض، مع الانطلاق الحثيث نحو التنمية والتقدم، ومع إلاء الدولة المصرية اهتماما ملموسا بالبحر الذي فتح الله علينا بخيراته بعد ثورة 30 يونيو. لذا فإن هذه القاعدة تعتبر بحق رسالة سلام وتنمية لمنطقتنا بالكامل. هذا وقد حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم الكامل والمدروس والموجه بعناية لمتابعة وتنفيذ أوجه التطوير في منظومة القوات البحرية. فكان التقدم المتوازي على كافة المحاور من بنية تحتية وتسليح وتدريب وتأهيل متميز للعناصر البشرية. من بنية تحتية وتسليح وتدريب وتأهيل وتأهيل متميز للعناصر البشرية على كافة المستويات وفي وقت قياسي.